مرحبا بكم معنا في العدد الثاني من استهلك بلا ما تهلك، البرنامج اللي يحاول يقدم لكم اكبر عدد ممكن من المعلومات المفيده على التغذيه اليوميه، واللي يحاول يعاونكم باش تخيروا المنتوجات الغذائيه اللي تشروها. في العدد اللي فات حكينا على فوائد الكسكس، وحتى اليوم راح نحكيوا عليه بصح على نوع واحد اخر اللي هو الكسكس الكامل. بقاو معنا باش تعرفوا شنو هي المكونات ديالو ونعرفوا شورتو الفوائد ديالو لصحتنا. طعام ولا الكسكس فيه بزاف انواع والف طريقه اللي نطيبوه بها على حسب المنطقه وعلى حسب المكونات اللي نستعملوها فيه، ومن بين اهم انواعه هذاك اللي نقولوا عليه الكسكس البني على حسب اللون ديالو، على عكس طعام الابيض اللي تعودنا عليه. سبب اللون البني هو انه الكسكس الكامل مخدوم من القمح الكامل، يعني حبه قمح كامله يطحنوها بكامل المكونات ديالها من النخاله والطبقه الوسطى للقمح، بالاضافه لجنين القمح اللي هي الطبقه الداخليه، على عكس طعام الابيض اللي نحولوا نخاله القمح والجنين. هاد المكونات الكامله هي اللي تحافظ على الفوائد الكامله للقمح. لازم تعرفوا أن حبة القمح الكاملة فيها بزاف الفيتامينات المعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، على بها الكسكس اللي مخدوم من حبات القمح الكامل تكون فيه فوائد أكبر للصحة، ومن أهمها تعزيز صحة الأمعاء، تنقص من الإصابة بالإمساك، وتنقص أيضا اضطرابات الجهاز الهضمي كما النفخ. من جهة أخرى، واحدة من أهم فوائد الكسكس الكامل هو أنه مليح للناس اللي عندهم السكر بسبب قدرة حبوب القمح الكامل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، على خاطر فيه بزاف المغنيسيوم اللي يدخل في تكوين عدد كبير من الأنزيمات الهامة في الجسم، واللي تساعد في التحكم بعمليات إنتاج الجلوكوز والأنسولين في الجسم، بالإضافة إلى أنه يحمي الشرايين والأوعية الدموية ويحمي من أمراض القلب والرئة وتصلب الشرايين، كما يساعد تاني في معالجة ضعف وفقر الدم. الأطباء وخبراء التغذية أكدوا بلي كي نتناولوا القمح الكامل بانتظام راح يمنعنا من الإصابة بالأمراض المتعلقة بالسمنة، ويمنع تراكم الدهون الثلاثية، كما أنه يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. كما بينت بزاف دراسات بلي القمح عنده دور كبير في السيطرة على مستويات سكر الدم عموما والحفاظ عليه في حدود صحية، الأمر اللي خليه يفيد بزاف الناس اللي عندهم مرض السكر. وفوق هذا كامل، كسكس القمح الكامل عنده خصائص جمالية للبشرة، لأنه عنصر جنين القمح اللي فيه نسبة عالية من الفيتامين أو عندها خاصية مقاومة علامات الشيخوخة المبكرة، كما أنه يحمي فروة الرأس ويحمي الشعر من التلف، التكسر والتساقط. بعد ما عرفتوا الفائدة الكبيرة تاع الكسكس الكامل، يبقى الاختيار ليكم.